مصطفى بن الشاوي، رئيس المجلس الجامعة الترابية بن مالك. اليوم كانت عندنا الدورة العادية لشهر فبراير، وهاد الدورة كما في علم الجميع هي اللي كتكون فيها برمجة الفائض السنوي ديال 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 الجامعة، وكان الحضور شبه إجماع، ما كانش تخلف واحد جوج أعضاء اللي كانوا واحد شي دور في القاهرة. ودرس نوع النقاط، النقطة ديال برمجة الفائض، وعندنا النقطة ديال التقرير السنوي ديال أنشطة اللجان الدائمة والمشاريع اللي كان مبرمجة والتسيير ديالنا بصفة عامة أمام المجلس المقر. ولكن فيما يرجع للنقطة ديال برمجة الفائض، ما كانش عندنا الحصر النهائي ديال 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 الفائض. نسقنا مع استدعينا السيدة القابضة ديال قبضة سوق العربية على الغرب باش توافينا بالاعتماد بالفائض الحقيقي، لكن مع الأسف ما توفقت شيء وما حضرت شيء معنا. وكان حيصوب الجامعة وكيل المصاريف الجامعة دار داك الشيء تقريبي واحد جد المليون وشي حاجة ديال الدرهم اللي كان عندنا فائض، وبرمجناها في المشاريع التالية. طبيعة الحال بعد التداول والحوار ما بين السيدات والسادة الأعضاء في هذا الشأن، برمجنا في على ما أظن شي خمسة المشاريع. كاين عندنا مشاريع ديال المبادرة التنمية البشرية اللي كانت في السابق مبرمجناها في الطرق، ولكن ما توفقناش لأن الاعتماد من الشركات ممكن كان أنه في الجرائد ما كانش دائما كيعطيونا الاستيماسيو والتقديرات اللي كنا احنا دايرين كيديباسيوها الشركات. كاين الصفقه اللي درنا فيها ثلاثه المرات ولا اربعه المرات ما توفقنا شيء، وكتبنا للجهه سيد العميل، وكان الجواب واضح باش ناخذوا من الاعتماد من الوسائل الماديه الخاصه ديالنا ونكملوا بها هذوك المشاريع الثلاث. المشروع الاول كيتعرق بالطريق في دوار بورك، والثاني في الصفقه اللي دارت ما توفقناش فيها في واحد المجموعه ديال الدواوير في المساليك الطرقيه. ونادي النسوي تبنى في اطار مبادره التنميه البشريه، لكن التجهيزات ديالو الطاقه الاستيعابيه ديال البنايه ما تحملت شيء، حتى هي خصنا واحد الاعتماد باش نوسعوها. ودرنا في السياج ديال المقابر وديال توسيع الطاقه الكهربائيه. كاين عندنا واحد المجموعه ديال المنازل المستثنيه اللي قمت الجامعه بدراسه شموليه وبتنسيق وبشراكه مع الناس ديال لوينور كيفاليديو معنا باش غادي نلونسوها في القريب العاجل ان شاء الله. هذا بالنسبه للفائض ديالنا في برمجناه. وذا كان دار السيدات والساده الاعضاء خلاو عطاو التفويض لعبد ربي الى حين يجي الحصر النهائي ديال الفائض، وهذيك الساعه غادي نخصوه بتنسيق مع المصلحه التقنيه ومع المصلحه الاداريه. كل صفقه غادي ناخذ لها الاعتماد اللي غيكفاها على حده. هذا فيما يخص الدور. وكانت الدوره الحمد لله موفقه، جل السيدات والسادة الاعضاء شبه يوميا كيزوروا الجامعه، كيطلعوا على المحاضر ديال الدورات وعلى التسيير ديالها، وكيكون عندنا حنا بصفة بني مالك تسيير جماعي. الحمد لله انا جد فخور بالسيدات والسادة الاعضاء في واحد المستوى عالي. عندنا التركيبه ديال المجلس جامعه بني مالك فيها تقريبا على ما اظن شي خمسه الاحزاب. كاين عندنا البام، عندنا حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعداله والتنميه والاتحاد الدستوري. عندنا واحد التركيبه، عندنا خليط ديال الاحزاب، ولكن هذا ما كيمنع شيء من كتكون الشفافيه وكاين المصداقيه وكل وضوح. دائما الدورات ديالنا كتدوز باجماع. هادشي البرمجه اللي برمجناها كانت باجماع الساده الاعضاء الحاضرين، ما كانش عندنا شي خلافات، كل شيء ايد الفكره واقتنعنا واقتنعوا الاخوان ودوزناه في واحد الظرف وجيز. هذا فيما يخص البرمجه. فيما يخص القضيه ديال النقطه ديال البرنامج ديال التقرير السنوي ديال الانشطه ديال المجلس وديال المشاريع فين وصلت، كان عرضها التقرير دارو سيد المدير ديال المصالح الجماعه، وعرضوا على السيدات والساده الاعضاء ثاني. وكان بعد تساؤلات في بعض شي حوايج، وكان عبد ربي هنا كان واكب كيواكبوا، وضحنا للسيدات والساده الاعضاء ودازت مرت الامور بخير.